سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أرحب بكم القوات الجوية الإماراتية خلال زيارتكم إلى بلدكم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة. في البداية أرحب بك أخي الشيخ مشعل في بلادك وبين أهلك. أخي سمو الأمير، العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس قوية من احترام والتفاهم، وبإذن الله تعالى فإن هذه العلاقات مستمرة على الخير والتعاون وبما يحقق مصالحنا المشتركة. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أؤكد ما تتميز به العلاقات الكويتية الإماراتية عبر مسيرة التعاون المشترك الممتدة منذ عقود من الزمن، فإن زيارتنا اليوم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نقطة انطلاق جديدة لترسيخ التعاون الثنائي. السلام عليكم سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، نستأذنكم سيدي لمرافقة سموكم خلال مغادرتكم تجواء الإمارات وفي رعاية الله وحفظه.